كازاخستان سمحت ل54 دولة تخش كازاخستان بدون تأشيرة، يعني 54 دولة حاليا هيقدروا يخشوا كازاخستان من غير تأشيرة، من ضمنهم 5 دول عربية. ده كمان في أخبار حلوة كتير جدا عن موضوع البي سي آر وموضوع التطعيم، وحاجات مهمة جدا كازاخستان عملتها للأجانب عشان يقدروا يخشوا أراضيها بدون تأشيرة ل54 دولة. فلو انت بتفكر ان انت تيجي كازاخستان، فالفيديو دوت هيكون فيه اخبار كتيرة حلوة جدا للناس اللي عاوزة تيجي كازاخستان، فخليكم معايا وتابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة مهمة جدا فيها حبة أخبار كويسة جدا عن كازاخستان. لو أنت بتفكر إن أنت تيجي كازاخستان وتسافر لكازاخستان، في حلقة النهاردة في أخبار كتيرة حلوة جدا وخصوصا للدول العربية بالنسبة لدخول كازاخستان. كازاخستان عملت إجراءات جديدة للأجانب لدخول أراضيها، هتقدر 54 دولة تخش كازاخستان من غير تأشيرة، يعني الواحد بيحجز وبيجي كازاخستان على طول، من ضمنهم 5 دول عربية. زي ما احنا عارفين ان اي واحد اجنبي عاوز يجي كازاخستان كان لازم يحصل على فيزا، وطبعا الفيزا دي بتعتمد على الغرض من الزيارة ومدة الاقامة وحاجات كتيرة. دلوقتي التأشيرة مش مطلوبة من 54 دولة، من ضمنهم 5 دول عربية. خلينا ابشركم ايه هي ال5 دول العربية اللي تقدر تيجي كازاخستان حاليا من غير فيزا. اول دولة عربية وهي المملكة العربية السعودية. اي واحد يا جماعة من السعودية بيقدر حاليا يجي كازاخستان من غير فيزا. من ضمن الدول العربية اللي تقدر تيجي كازاخستان حاليا من غير فيزا وهي دولة الكويت. دولة الكويت يا جماعة، لو اي حد من دولة الكويت حابب ان يجي كازاخستان، فحاليا كازاخستان يقدر يجيها من غير فيزا لمدة 30 يوم. وتالت دولة وهي قطر. اي واحد من دولة قطر بيقدر برضو يجي كازاخستان من غير فيزا، وكمان دولة سلطنة عمان. اي واحد من سلطنة عمان بيقدر برضو يخش كازاخستان من غير فيزا. وخامس بلد عربية بتقدر تيجي كازاخستان من غير فيزا وهي البحرين، يعني اي حد من البحرين برضو بيقدر يجي كازاخستان من غير فيزا. لكن خلينا اعرفكم ان الحكومة الكازاخستانية حطت 3 شروط اساسية لل54 دولة اللي هيخش اراضيها. اول الشروط ان التأشيرة ديت تكون مدتها 30 يوم بس، يعني تقدر تخش كازاخستان مدة 30 يوم داخل كازاخستان من غير فيزا، وكمان بعدد زيارات غير محدود، على شرط ان يكون اجمالي عدد الزيارات تكون 90 يوم في خلال 6 شهور، يعني ما تزيدش عن 90 يوم في خلال 6 شهور. يعني اي حد ممكن يجي 30 يوم وبعد كده يرجع تاني بلده، وبعد كده يرجع تاني كمان 30 يوم لحد ما يكمل حتى 90 يوم في خلال 6 شهور، ده اللي هو المسموح به. تاني المميزات بالفيزا ديت ان انت تقدر تيجي كازاخستان سواء سياحة او تيجي تحضر ميتنج بتاع بيزنس، او حتى لو انت عندك اغراض تجارية خاصة بيك. تالت حاجة بيحظر على اي واحد اجنبي بيخش كازاخستان من غير تأشيرة من ال54 دولة، بيحظر عليه ان هو يشتغل في كازاخستان في الفترة دي، او ان يحصل على فلوس من اي شغل داخل كازاخستان. دوت ممنوع يا جماعة، عشان بس الناس تبقى عارفة ان ما ينفعش مثلا واحد يقول انا هاجي شهر واشتغل فيه، فما بينفعش يا جماعة، هنا الحكومة منع الكلام دوت. الخبر الثاني الحلو جدا ان كازاخستان الغت موضوع البي سي ار. من يوم 8/6 كازاخستان الغت بصفة نهائية موضوع البي سي ار، يعني مفيش حاجة الزامية لأي واحد اجنبي عشان يجي كازاخستان ان هو لازم يكون معاه بي سي ار. ده كمان كازاخستان ما بقاش تطلب جواز التطعيم اللي هو الدولي، يعني ممكن تخش كازاخستان من غير بي سي ار ومن غير جواز التطعيم. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا لكم على المشاهدة، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله واخبار كتيرة حلوة من داخل كازاخستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.